في بس نقطة قبل بقى ما نكمل ونروح للفعاليات أو الخبر اللي جاي، احنا كنا كذا مرة بنقول لحضراتكم أنا وكريم هنروح على النادي، نادي الأهلي، وبالطبع احنا بنروح يعني، وسمبارح واحنا موجودين حبينا كمان ناخد بعض الصور كده التذكارية، وكمان قابلنا كابتن أحمد عوض طبعا اللي دايما بيكون معانا وتصورنا، كان يوم جميل جدا بصراحه، كلنا استمتعنا وهنا الصوره كانت في الملعب زي ما حضراتكم شايفين في التتش، كان الجو حلو كمان، الجو كان جميل وكان في ناس كتيره موجوده اعضاء يعني، فكانت كان يوم حلو بصراحه. كابتن احمد عوض من الشخصيات كمان اللي على المستوى الشخصي لطيفه جدا ومحترم وبشوش ومبتسم وقعد يدينا بعض كده النصايح برضو علشان نمشي عليها، بس احنا يعني طبعا عم حارس طبعاً. يعني غني عن الذكرى، ده صفحه من صفحات كتاب التاريخ الاهلاوي. الفكره حقيقة. كمان يا كريم ان النادي الاهلي لو وقناه الاهلي عملوا له دوكيومنتري يعني، وده دليل ان احنا يعني بنتكلم عن من اصغر واحد لاكبر واحد بينتمي لهذا النادي، بيتم تكريمه ولا وما بيتمش انكار لدوره. عم حارس من الشخصيات الجميله اللي بنعتز بيها دايما صحيح. والتقرير او الدوكيومنتري اللي كان عليه كان برضو من الدوكيومنتريز الناجحه جدا، الناس كلها كانت حبيتها، ردود الافعال كمان من جماهير الاهلي كان عليه حلو جدا، وقابلنا كمان زميلنا العزيز شريف فؤاد في الصوره اللي كانت بعد كده، فحلو قوي الواحد لما يروح كده ويقابل ناس بيحبها وزملاء. و انا انبسطت كمان ان شريف من الناس اللي كان بقالي فتره ما قابلتوش، فامبارح انبسطت جدا باللقاء اللي حصل صدفه، ده شخص جميل جدا طبعا، المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي، زميل عزيز ومن الناس القديره في اللغه العربيه، وامبارح حتى كنت بقول لك على التفصيله دي عنه ان هو فعلا يعني عنده اللغه مظبوطه جدا، وحد عنده خبرات يعني متراكمه، وبوجه له تحيه لو هو بيتابع حلقتنا النهارده. صباح الفل يا عم شريف. الحلو كمان يا كريم امبارح ان لما بتمشي في النادي والناس هناك بتسلم عليك وبتتكلم معاك، واللي بيقول لك فكره، اللي بيقول لك انه متابعك، يعني التاتش او البوند اللي بيحصل ما بيننا وما بين جمهور الاهلي ومتابعين قناه الاهلي دي حاجه جميله جدا، واحنا حريصين ان احنا دايما كمان يعني تكون موجوده، فان شاء الله كده كل فتره هتلاقونا في النادي مع حضراتكم، ونتشرف ان احنا كمان نتقابل يعني مع اي حد من الناس اللي بتحبنا وبتتابعنا.